السلام عليكم. عودة بعد انقطاع، إن شاء الله جميعا الجميع بخير إن شاء الله. في هذه سلسلة المحاضرات إن شاء الله حنواصل استكمال كورس كلينيكال اميولوجي، طبعا بعد طول انقطاع، لكن لعله خير إن شاء الله رب العالمين. تحدثنا في السابق في الكورس على 3 مواضيع سابقة، أحب أذكر فيها على السريع. تحدثنا على موضوع التوليرانس، تحدثنا على موضوع الاوتو اميون ديزيز، وكذلك على الهايبر سنسيتيفيتي. ان شاء الله حنتحدث اليوم بشكل برضه في نوع من الاختصار على موضوع الانفكشن او هاو تو ريزيست انفكشن، سواء كان الفيروس، بكتيريا، باراسايت، فانجس، وكذلك نتحدث عن الاميون انفيجن، كيف ممكن يحصل عمليه الاميون انفيجن لهذه الباثوجينز الموجوده. يعني اول هذه الباثوجينز يعني الفيروس، طبعا الفيروس هو عباره عن بلوغريتري انتراسيلولار باراسايت، وعايزينه احنا من الهوست ان تحاول تعمل عمليه سلو للفيروس ريبليكيشن، وكذلك عمليه ايريديكيشن، يعني لابد نحاول نبطئ من عمليه الريبليكيشن، وكذلك لابد يكون يحصل عندي عمليه ايريديكيشن. من ضمن الشغلات اللي لها علاقة في موضوع الديفنس ميكانيزم، طبعا احنا عارفين ان الديفنس ميكانيزم تتمثل في عنا خلفية على الانيت اميونيتي والادابتيف اميونيتي. من ضمن الاشياء اللي بتخرج طبعا عنا في خلال الانيت اميونيتي وكذلك خلال الادابتيف اميونيتي، اللي هو عندي انا في انترفيرونس. من ضمن المادة الانترفيرونس في انترفيرونس الفا بيخرج عندي من الليكوسايتس ومن ضمن المجموعة نمبر 1، وانترفيرون بيتا بيخرج من الفايب بلس، وكذلك في عنا انترفيرون جاما بيخرج من نيتشر كيلر سيل، وكذلك بيخرج الانترفيرون جاما من تي هيلبر سيل، هي تي هيلبر 1. ان جنرال الانترفيرون طبعا كان انترفير فيري ويل في عمليه الديفنس ميكانيزم. من ضمن هذه الاشياء اللي ممكن تقوم فيها الانترفيرون، اول حاجه بتعمل عمليه اكتيفيشن للجاك ستات باتوي، يعني عندما ياتي الانترفيرون سواء كان الفا او بيتا ويشبك على الريسبتورز بتاعتهم في الخليه المصابه، تمام، بيحصل عمليه اكتيفيشن من خلال الجاك ستات باتوي. احنا عارفين طبعا قبل الحديث كان موجود على الجاك ستات باتوي، جاك ستات باتوي، وهذا بيؤدي انه يحصل عندي عمليه اللي هو اكتيفيشن لانزيم اسمه 2-5 ادينيليت سينتيتيز انزيمز. هذا الانزيم بصير له سينتيسيس، وبدوره هيعمل عمليه اكتيفيشن للرايبونيوكليز الانزيم، وهذا الانزيم بيساعد في عمليه ديجريديشن للفايرال ار ان اي. هذه من ضمن الفانكشن بتاعه اللي هو انترفيرون. الشغله الثانيه طبعا انه بيحصل عندي في موضوع البروتين سينتيسيس ان جنرال، احنا بنعرف انه بنحتاج ان نعمل عمليه انيشيشن للبروتين سينتيسيس، وهذه الانيشيشن طبعا لابد يكون في عندي اللي هو انيشيشن فاكتورز، والانيشيشن فاكتورز لابد يحصل لها ديفوسفوريليشن على اساس تصير اكتف. بيحصل عندي هنا انه في عندنا لما بيصير هناك ارتباط بين الانترفيرون الفا والانترفيرون بيتا، تمام، هذا بيؤدي انه في الاخر يحصل عندنا عمليه سينتيس لبروتين او لكاينيز انزيم اسمه دي دبل ستراند ار ان اي ديبندنت بروتين كاينيز، وهذا بدوره بيعمل عمليه اللي هي عمليه الفوسفوريليشن للبروتينز. من ضمن البروتينز اللي بيحصل لها عمليه الفوسفوريليشن اللي هو انيشيشن فاكتورز، وما دام صار لها عمليه فوسفوريليشن معناتها هتصير عندي ان اكتف، معناته مش هيحصل عمليه بروتين سينثيسز، وهيلوم مجرب يحصل انه في هنا يصير انهبيشن للاسمبلي بتاعه الفيروس بارتكلز. طبعا هنا في اكسبشنز لبعض من الفيروسز، ومن ضمنها اللي هو هيباتيتس سي فيروس كان بلوك هذه الاكتيفيتي بتاعت هذا الفيروس الموجود عنا. طبعا هنا الصوره بتوضح في السلايد الاخرى انه في عند الانترفيرونس من شايفين الفا وبيتا، في الاخر هيحصل عندنا اللي هو عمليه السيجنال ترانزدكشن، تمام، الى ان يحصل عندنا عمليه الاكتيفيشن زي ما ذكرنا للانزيمز الار ان ايز ال، وكذلك بيحصل عندنا عمليه فوسفوريليشن من خلال الكاينيز انزيم للانجيشن فاكتورز 2 خاصه. في الاخر هيحصل عندي عمليه انهبيشن للبروتين سينثيسز زي ما احنا ذكرنا. ان جنرال لو طلعنا على السلايدز الموجوده عندي الان، السيتوكان زي ما ذكرنا مع النيتشر كيلر سيلز، سواء كان ماكروفيج، سواء كان تي هيلبر سيلز، سواء كان السيلولر اميونيتي المقصود هنا والهيومرال اميونيتي،
كلهم طبعا لهم دور في عمليه الديفنس ميكانيزم ان جنرال، سواء كان تيومر نيكروسيس فاكتور الفا، سواء كان انترفيرون الفا، لهم علاقه في موضوع الاكتيفيشن للماكروفيج، لهم علاقه في قضيه اللي هو الاكسبريشن لامات سي كلاس 1 في هذا الموضوع. وكذلك انترلوكين 12 برضه ممكن يخرج عندي من اللي هو ماكروفيج ويعمل اكتيفيشن لادر تي سيل زي تي هيلبر، اللي علاقه في موضوع الاكتيفيشن للسيتوتوكسيك سيلز. وكذلك النيتشر كيلر سيل، النيتشر كيلر سيل زي ما احنا شايفين طبعا لها علاقه في عمليه ديفنس ميكانيزم من عده اشياء، وطبعا من باب التاكيد او المراجعه النيتشر كيلر سيلز لها علاقه في موضوع الاي دي سي سي زي ما ذكرنا سابقا، انتي بودي ديبندنت سيل سايتوتوكسيسيتي، لها علاقه في موضوع برودكشن للانترفيرون جاما، والانترفيرون جاما بدورها هتعمل اكتيفيشن للماكروفيجز، وكذلك الانترفيرون جاما هيطلع ويجي عندي على خلايا اللي هي الانفكتد سيلز، هيحصل عمليه اكتيفيشن لهذه الخلايا بانها تعمل عمليه برودكشن للامات سي كلاس. طبعا بعد هيك طبعا هيدخل عندنا اللي هو خط الادابتف اميونيتي، والادابتف اميونيتي طبعا في زي ما احنا عارفين السيتوتوكسيك سيلز اللي هي تي سي دي 8 سيلز طبعا بمساعده تي هيلبر 1، وكذلك الهيومر اميونيتي هتشتغل عندي في وجود انتي بودي يعمل عمليه نيوتراليزيشن للفيروس الموجود عندي. ان جنرال زي ما ذكرنا الانترفيرون سواء كان الفا او بيتا قلنا من ضمن الاشياء اللي بيعملها انه بيحاول يعمل عمليه اكتيفيشن للخليه بحيث تعمل برودكشن للام اس كلاس 1 موليكولز، از ويل از كمان برودكشن لسيرتن بروتينز اللي لهم علاقه في وجود البروتيوسومز. تمام، وهذا هيساعد في عمليه ايش اللي هو الديجريديشن للبروتين بتاع الفيروس، وبعد هيك يحصل عندي عمليه البرزنتيشن زي ما احنا عارفين في محاضرات سابقه. مرة أخرى بنأكد أن نيتشر كيلر سيلز طبعا إلى علاقة في موضوع الـ ADCC وكذلك في الـ Activation للماكروفيج. الكومبلمنت طبعا احنا عارفين الكومبلمنت ممكن يربط الكومبلمنت دايركتلي على الـ Envelope بتاعة الفيروس ويعمل عملية اللي هو الدمج للفيروس، وكذلك ممكن يحصل عندنا من خلال الـ Antibody الكومبلمنت يشتغل في موضوع Classical Pathway for example. عندنا برودكشن نيوتراليزنج انتي بودي، طبعا الانتي بودي طبعا احنا مش هيدخل عند الانتي بودي في داخل الخليه يعمل عمليه نيوتراليزيشن، لا في حاله انتقال الفيروس من سيل الى اخرى تماما او ترانسبورتيشن سواء كان خلال السيرم او ما شابه ذلك هيحصل عمليه نيوتراليزيشن موستلي عندي الاي جي ام الاي جي جي عفوا، وبيعمل عمليه اللي هو بايندنج للفيروس ويعمل عمليه نيوتراليزيشن بشكل او باخر، ممكن يعمل له ابزونيزيشن تمام بحيث يحصل عندي عمليه ايراديكيشن ان جنرال من خلال الماكروفيج او من خلال النيوتروفيل اللي لهم ريسبتورز للاي جي جي. كذلك طبعا موضوع السبيسيفيك اميونيتي في هذا الجانب اللي هو عباره عن الاكتيفيشن للسي دي 8 سيلز، وهذا الكلام اكيد بدنا احنا عارفين ايش اللي بيحصل عندنا في عمليه الاكتيفيشن للسي دي 8 سيل من خلال كونتاكت مع الانتيجين بريزنتنج سيلز تمثل في الدنتيفيك سيل ومساعده السي دي 4 تي هيلبر 1 سيلز. CD8 طبعاً سيتوتوكسيك تعمل عارفين أن سيتوتوكسيك سيلز لها علاقة في موضوع الكلينج بروسيس من خلال البرزنتيشن بتاعت الانتيجين على الامات سي كلاس 1، وهذا حيؤدي أنه يحصل عملية اللي هو ريكوجنيشن، لأنه في السابق صار في عندنا إديوكيشن للCD8 سيلز من خلال الدنتيف سيل، وهنا هيحصل عملية الأداب. بعض أحيان ممكن يحصل من كتر ما يحصل عندي عملية اكتيفيشن للCD8 سيلز تمام هيحصل ممكن يحصل عندي انجري بحكم طبيعه كميه السيتوكاينز اللي ممكن تخرج عندها من الخلايا الاميون سيلز سواء كان ماكروفيجز او سواء كان النيوتروفيلز في الاريا اللي صار فيها انفكشن، وهذا ممكن يؤدي انه يحصل عندنا فور اكزامبل نوع من الهيباتايتس فور اكزامبل، وهذا بيحصل في عمليه الكرونيك هيباتايتس بي فيروس، وكذلك ممكن يحصل عندنا في خلال انفكشن للسايكلو او سايتونيجالو فيروس. In general الانترلوكين 2 والانترفيرون جاما برضو هدول بيخرجوا عندي من تي هيلبر 1، وكأنه بصير في عندي ميوتشوال عملية اكتيفيشن انت نيتشر كلير سيلز ممكن تعملي اكتيفيشن لخلايا تي هيلبر سيلز، وممكن انت تي هيلبر سيلز تعملي اكتيفيشن كمان لا اللي هو النيتشر كلير سيلز، هنا بتأدي النيتشر كلير سيلز دورها في هذا الجانب. هنا عبارة عن تيبل نطلع عليه من باب انه الكلام اللي ذكرناه عندنا هيومرال اميونيتي بتمثل في الانتيبادي سواء كان اي جي جي اي جي ام اي جي اي،
وكذلك في عندنا الكومبلمنت زي ما ذكرنا، والسلم ديث اميونيتي تمثل في الانترفيرون سكريتي باي تي هيلبر سيل اللي هي مقصود تي هيلبر 1، وكذلك السي تي سايتوتوكسيك. تمام، فاساس انه يحصل عندنا عمليه اكتيفيشن سواء كان لماكروفيجز لنيتشر كيلر سيلز از ويل از نيتشر كيلر سيلز او الماكروفيج ودورها ممكن تحفز اللي هو السايتوتوكسيك سيلز وكذلك التي هيلبر 1. النقطة اللي عايز اتحدث فيها هنا في موضوع الاميون انفيجن، لابد يحصل عندنا نوع من الهروب بشكل او باخر. الهروب هنا ممكن يكون عدة اوجه له، من ضمنهم عندنا اكزامبل هنا في عندنا هيربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وهيربس سيمبلكس فيروس تايب 2. هذا الفيروس يعني في مجال يعمل عملية الهروب من باب انه بيعمل عملية برودكشن او سينثيسيس لبروتين كولد اي سي بي 47، وهذا بدوره ايش بيعمل؟ بيعمل انهبيشن لمين؟ للترانسبورتر موليكول بروتين. احنا بنعرف انه في هنا لما بيحصل عملية الترانسفير للبيبتايدز بتاعت البروتينز بتاعت الباتوجين من خلال البروتيوسوم، هذه تدخل عند البيبتايدز للاندوبلازميك ريتيكولم من خلال التاب اللي هي ترانسبورتر اسوشيتد بروتين. لما بيكون في عندي انهبيشن لهذا التاب معناته مش هيحصل انترانس للبيبتايد على اللي هو اندوبلازميك ريتيكولم، مش هيصير عندي بايندينج، مش هيصير عندي عملية البريزنتيشن. هذا شغل. الشغل الثاني كمان ممكن يحصل عندي، تمام، حاجة تانية انه السيرتين جلايكوبروتين الهيربس سيمبلكس فيروس، تمام، هذه الجلايكوبروتين بتعمل بايندينج للسي 3 بي 1 اوف ذا فريجمنت اوف ذا كومبلمنت، وبيحصل عملية انهبيشن للكلاسيكال باتوي او الالترناتيف باتوي، لانه سي 3 بي عبارة عن فيري امبورتنت في موضوع الكاسكيد بتاعت الالترناتيف والكلاسيكال باتوي. عندي فيروس اخر زي الميزلز مثلا فيروس او الاتش اي في فيروس هاف بين شون تو ريدوس ليفل اوف كلاس 2 ام سي، يعني ممكن يحصل ان الفيروس لو كان عندي موجود على مستوى الخليه سواء كانت تي هيلبر سيلز او اذر سيلز او مثلا يكون عندي انتيجن بريزنتنج سيلز انه بيقلل من عمليه البريزنتيشن لهذا الفيروس على ام سي كلاس 2، وهذا معناته مش هيحصل عندي عمليه اكتيفيشن للتي هيلبر اجينست ذا فيروس. النقطة الثانية هنا الانفلونزا فيروس تايب A also has mechanism في عملية اللي هو الاسكيب او عملية الانفيجن، اللي هي عبارة عن حاجة بسموها antigenic drift antigenic shift. antigenic drift اللي هي انه بيحصل فيه عندي mutation، تمام، هذه الميوتيشن عبارة عن point mutation، يعني عبارة ممكن تكون النيوكليوتايد غيرت لي من الامينو اسيدز الموجودة عندي، تمام، وهذا عملت لي ايش؟ لما يكون عندي امينو اسيد صار فيها عندي هناك تغير من امينو اسيد الى امينو اسيد اخر، معناته تغير في تركيبه البروتين، فمعناته تغير في موضوع البريزنتيشن للبيبتايدز بانه يعطيني بريزنتيشن للبيبتايدز جديده، هنا عمليه الاسكيب. وهذا الصعيب طرق للنقطه من باب الكورونا فيروس، يعني كما ذكر من خلال فتره الابحاث في خلال الشهر الماضي بذكر انه بالفعل الكورونا فيروس في عنا سترين اسمه سترين اس وسترين ال. سترين اس انه بالفعل هناك في عنا صار تغير من فيروس كورونا سترين اس اللي هو حامل امينو اسيد سيرين، تمام، يتحول الى امينو اسيد ليوسين، تمام. وهذا النقطة في موضوع ليش صار عنا هذا الاتاك الجامد، لانه بالفعل في هذا التغير للامينو اسيد ليوسين اوجد منظومة، تمام، البروتين سبايك بروتين اللي على السيرفس عندنا زود من الافينيتي بتاعت ارتباط سبايك بروتين لمين؟ للريسبتور بتاعت الانجيوتنسين كونفيرتنج انزيم تايب 2 اللي موجود عندي على الاليفيولار سيلز الموجوده عندي، وهذا عمل عمليه افينيتي اكتر، فبيحصل عندي عمليه الاندوسايتوسيس اكتر. وهذه من ضمن الشغلات اللي وجدوها في الكورونا فيروس كمان، لانه الكورونا فيروس واحد من اللي هي من ضمن العائلات بتاعت الانفلونزا الفيروس الموجود هنا. الشغله الثانيه في عندنا انتيجينيك شيفتنج. انتيجينيك شيفتنج انه ايش بيصير عندي؟ انه بعض الاحيان بيحصل انه الخليه ممكن تنصاب بمور ذان وان فيروس، وهذا الكلام برضو كمان في هناك كان حديث على موضوع الكورونا، انه الكورونا عباره عن محصله منتج لفيروس اجى من الاكيوميليشن، او انه الخليه انصابت بمور ذان وان فيروس وتكون عندي فيروس جديد بتركيبة RNA جديدة، تمام، هذا اللي بسموه antigen shifting، اللي هي عبارة reassortment of entire
single strand RNA between human and animal virion infected the same cells. يعني في عندي أنا single strand RNA more than one viruses. اوكي ممكن يكون عندي تقريبا عندي فيروس زي ما احنا شايفين في السلايد، عندنا مثلا انفلونزا فيروس، عندنا سواين فيروس، تمام. التنين شكلوا لي عباره عن فيروسز، مثلا عندنا هنا اربع سترينز، هنا هيحصل عندي مثلا يكون عندي عفوا كانوا ثمانيه، ممكن يحصل عندي اربع سترينز شار موجودين عندي على الفيروس الجديد، وهذا اللي بسموه انتيجين انتيجينك شيفتنج. تمام. اذا مره ثانيه الانتيجينيك دريفتنج هي عباره عن بوينت ميوتيشن ممكن تحصل عندي في الامينو اسيدز بتاعت السيرتين بروتين والخاصيه زي ما ذكرنا في الكورنا فور اكزامبل على السبايك بروتين، او ممكن يحصل عندنا ايش انتيجينيك شيفتنج. انتيجينيك شيفتنج بان يصير في عندنا اسورتمنت لمور دان انتاير اوف سنجل ستاند ار ان اي فيروسز، وهذا بيحصل عندي وجود فيروس انه بيحتوي على هجين من الار ان ايز اللي ممكن تعمل تشكيله، ممكن تكون مور دينجرس في هذا الموضوع. والكورونا فيروس برضو هناك قول يقال بانه في عندنا هذا الامر حصل للكورونا فيروس. امثله اخرى في موضوع الميكانيزم بتاعت الاميون انفيجن، زي ما ذكرنا في موضوع الانفلونزا انه في عندي انتيجينيك فاريشن، طبعا انتيجينيسيتي نتيجه الدريفتنج والشيفت، وفي ان ممكن يحصل هذا الكلام في الرينو فيروس في الاتش اي في، تمام. أز والأز ممكن يكون موجود عندي بروتين، بروتين اسمه NS1، وهذا بيعمل عملية inhibition لمين؟ للإنترفيرون induction للإنفكتد سيلز. يعني ممكن يحصل أنه صحيح أجي عندي الإنترفيرون، تمام؟ يكون موجود، لكن هذا الإنترفيرون الفانكشن بتاعته سواء كان بتاع ألفا إنترفيرون ألفا أو إنترفيرون بيتا ما أضطرش أوصل له inhibition كأكشن against the virus من بحيث انه في الاخر ما يحصل عندي عملية synthesis مثلا للام ات سي class 1 in general. الشغلة الثانية ممكن يحصل عندي وجود فيروس مثلا زي الهيربس سيمبلكس فيروس، ممكن يعمل عملية inhibition كذلك زي ما ذكرنا في السابق بانه يكون عندي بلوك للتاب ترانسبورت بروتين، وكذلك ممكن يكون هناك برودكشن لبروتينز. هذه البروتينز بتشبه الاف سي ريجونز بتاعت الامينوجلوبولين، تمام، او مثلا بحيث انه او مثلا بتشبه عفوا بتشبه اللي هو الريسبتورز بتاعت الاف سي ريجون للاي جي جي، وكذلك الريسبتورز بتاعت الكومبلمنت، تمام. لكن ممكن يحصل انه هذا الهيربس سيمبلكس فيروس، تمام، يعطي هذه البروتينز، والبروتينز هذه على السيرفس تكون عباره عن لوك لايك الريسبتور بتاعت الاف سي ريجون بتاعت الانتي بودي او مثلا الكومبلمنت، وما يصيرش هناك عمليه نوع من السيجنال ترانزدكشن، او ما يصيرش عمليه مثلا فاجوسايتوسيس لهذا الفيروس. الشغلة أخرى في هذا الجانب كمان أنه ممكن سيتوميجالو فيروس مع فاكزينا فيروس أو بوكسي فيروس، هذه برضو كمان ممكن تعمل ديجريديشن للأمات سي كلاس 1 موليكولز، أز ويل أز ممكن تعمل برودكشن لسيارتين هومولوجي للسيتوكينز الموجودين سواء كان انترلوكين 1 أو انترلوكين أو انترفيرون جاما ريسيبتورز، تمام. يعني مثلا تبني ريسبتورز لللوك لايك ريسبتور الحقيقي بتاعت الانترلوكين 1 او الانترفيرون جاما، وما يحصلش هناك عمليه عندما ترتبط فيهم اللي هو السيتوكينز هذه الموجوده عندي، ما يحصلش عندي عمليه اللي هو نوع من الريسبونس. عندي فيروس اخر برضو ممكن ابستين بار فيروس، برضو ممكن يعمل عمليه برودكشن لسيرتين سيتوكينز الانترلوكين 10، والانترلوكين 10 هذا look like homology للانترلوكين 10، بحيث انه عندما ياتي الانترلوكين 10 ممكن الانترلوكين 10 يعمل عمليه تاثير او اكتيفيشن للبي سيلز، طبعا الانترلوكين 10 ممكن يعمل عمليه اكتيفيشن طبعا اكيد للبي سيلز اساس نصير لعمليه ديفرنشيشن واكتيفيشن، تمام. ممكن يكون عندي هذا يجي از homology للانترلوكين 10 وما يحصلش عندي عمليه اكتيفيشن ان جنرال للخليه. ممكن يحصل انفكشن مع الاميونوكومبتنت سيلز بخلال الفيروس الاتش اي في، احنا بنعرف الاتش اي في ممكن يصيب التي هيلبر سيل، تمام، ويعملها عمليه باراليسيس، وهذا ممكن يؤدي انه يصير عندي اعاقه لسيل ميديتد اميونيتي.
الشغلة الأخرى إنه ممكن يحصل عندي يعني كما أجر بعض من التجارب، إنه جربوا إنه السي إم في عملوا انفكشن لدنتريك سيل بالسي إم في، والسي إم في بدوره عمل عملية باراليسز لدنتريك سيلز، تمام، بحيث إنه الـ MHC class expression والـ costimulated molecular expressions تمام are reduced، وهذا طبعا حاول يعيق عملية الاكتيفيشن بتاعت مين الـ antigen presenting cells، بحيث انها ما تعمل ليش عملية اكتيفيشن لمين لا الـ T helper cells لما تلتقي معها، معناته ما فيش عندي secretion لا interleukin 12 اللي هتروح من الـ antigen presenting cells على الـ T helper، وكذلك مش هيحصل عندي production للـ interleukin 2 من الـ T helper cells بحيث انها تعمل اكتيفيشن للـ cytotoxic cells، او ممكن تعمل اكتيفيشن مثلا للـ T helper او للـ عفوا B cells. نقطة أخرى هنا في موضوع الإميونيتي للبكتيريا. البكتيريا طبعا نعرف إنه في عندنا هيومرال إميونيتي أجينست إكستراسيلولار بكتيريا، وعندنا سيلولار إميونيتي أجينست إنتراسيلولار بكتيريا. في الجرام بوزيتيف بكتيريا إن جنرال إنه بيحصل عندي هناك ريزيستنس للكومبلمنت أكتيفيتي أجينست، تمام، واغلب الديفنس ميكانيزم هتكون من خلال انتي بادي برودكشن. وجود انتي بادي طبعا ممكن يحصل عمليه البايندينج على البكتيريا، ويحصل عمليه الفاجوسايتوسيس من خلال اللي هو انتي بادي ديبندنت فاجوسايتوسيس، او ممكن يحصل عندنا عمليه الاوبزنايزيشن، تمام، من خلال الاي جي جي، او ممكن يحصل عندنا اي جي ام. النقطة الثانية انه الجرام نيجاتيف بكتيريا عندها لايبوبوليسكارايدز، وهذه اللايبوبوليسكارايدز كان ميك اكتيفيشن فور اكزامبل للكومبلمنت الترنيتيف باتوي، ممكن يحصل عملية اتاك لهذه الخلايا البكتيرية الجرام نيجاتيف بكتيريا. وكذلك في عنا وجود طبعا ما دام في عندي كومبلمنت كاسكيد هيشتغل عندي، لابد يحصل عندي برودكشن لسيرتين انافيلاتوكسين زي C3A C5A، تمام، وبدورها طبعا هتساهم في عملية الاميون ريسبونس اجينست ذا بكتيريا. هنا مثال توضيحي ايش اللي بيحصل عندي في موضوع البكتيريا الانفكشن، تمام، انه لابد يكون عندي نيوتراليزيشن مع البكتيريا التوكسينز اذا كان التوكسين، او ممكن يحصل عملية الكومبلمنت اكتيفيشن، تمام، او ممكن يحصل عندي انتي بادي اند كومبلمنت اكتيفيشن، وكذلك هيحصل عمليه اكتيفيشن للكومبلمنت كاسكيد اساسا مع عمليه لايسيس، وحيطلع عندي الانافيلاتوكسينز اللي حيساعد في عمليه الماسل ديجرانوليشن، وبعض من الريليز حتصير عندي ريليزنج بعض من الميديترز اللي حتساعد في عمليه الكيموتاكتيك للنيوتروفيل والماكروفيل، يحصل عمليه الاتاك لهذه البكتيريا. طبعا الانترسيلولار بكتيريا زي ما احنا عارفين انترسيلولار بكتيريا متعارف يعني وكان تحمل محكة فيروس، انه في عندنا سيل ميديت اميونيتي، ممكن يحصل عندي ديليتاد هايبر سنسيتيفيتي زي ما يحصل عندي مثلا زي انفكشن بكتيريا مايكوبكتيريوم توبر كولوسيس. الانترفيرون جاما ممكن يعمل اكتيفيشن للماكروفيج طبعا، وبدور الماكروفيج ممكن تعمل عملية الفاجوسايتوسيس بروسيس تيومر نيكروسيس فاكتور اولسو الفا، تمام، بيساعد في عملية الاكتيفيشن للماكروفاج وتريجرنج الانفلاماتوري بروسيس. في كمان عندي ميكانيزم كذلك للميون فيجن بتاعت البكتيريا، وهناك عدة طرق في هذا الامر، من ضمنهم عملية الكابسوليشن بروسيس. يعني في عندنا كابسولار بكتيريا، البكتيريا اللي عندها كابسولز طبعا ممكن تكون عبارة عن انهبيشن، تعمل عملية انهبيشن لعملية الفاجوسايتوسيس بروسيس، يعني سام كابسولز كان انترفير كذلك with the complement system. إذن في عنا بكتيريا with capsule polysaccharide can make resistance للفاجوسيتوسيس as well as للcomplement activation في هذا الأمر، لأنه بيحصل في عنا بعض من أنواع البكتيريا gram positive bacteria وكذلك gram negative bacteria contain salicylic acid residue that inhibit complement activation by the alternative pathway، يعني تعمل زي shedding by salicylic acid، وهذا بيمنع عملية الكومبلمنت اكتيفيشن على هذه البكتيريا. ممكن بعض بكتيريا نوع تاني تعمل توكسينز
هذه التوكسينز طبعا بدورها انها ممكن تعمل عمليه ابوبتوسيس للماكروفيج زي باسيلس انتراكس، تمام، او ممكن تقتل عندي اللي هي بوليمورفو نيوكليار ليمفوسايتس او ليكوسايتس. في هنا هيموفيلس انفلونزا مثلا تعمل عمليه برودكشن للجلايكوسيديز انزيمز ذات ميك التريشن فور السيرفيس لايبوبوليسكرايتس، تمام، وهنا بغير في الانتيجينيسيتي بتاعته. بعض الاحيان بكتيريا بتكون عندها سوبر انتيجين، والسوبر انتيجين طبعا نعرف احنا ممكن يعمل عمليه اكتيفيشن او هايبر اكتيفيشن للتي سيلز، وممكن يصير في عندنا كم من هذه الخلايا يصير لها ابوبتوسيس. بعض الاحيان ممكن يحصل عندي عمليه انتيجينيك فاريشن زي مثلا الستريبتوكوكس نموني، في عندنا a lot of serotypes a lot of strains with different antigenicity، تمام، وهذا ممكن يحاول يعمل عملية invasion للإميون response. بعض أنواع البكتيريا كمان intracellular bacteria survive inside phagocytic cells، مايكوبكتيريا من الليستيريا، مايكوبكتيريا من tuberculosis، تمام، لهم علاقة في موضوع suppression للكالسيوم signaling، تمام، وهذا يحبط موضوع الفاجوسوم لايسوسوم binding fusion، تمام، وهذا حيحصل عندنا انه مش حيحصل عندنا هناك عمليه اللي هو البروسيس بتاعت الكيلينج للبكتيريا انسايد ذا فاجوسوم. اذر بكتيريا زي اليرسينيا برضو ممكن تعمل برودكشن لانتي فاجوسيتك بروتينز فاكتورز، اوكي، تمام، وهذا بدوره الفاكتورز بيعمل لي عمليه اللي هو ديفوسفوريليشن لبروتين اسمه كاس بروتين، وهذا هيعيق اللي هو عباره عن ادهيجن بروتين، عمليه الادهيجن بتاع الفاجوسوم مع اللايسوسوم، فهيطول من وجود البكتيريا في داخل الخليه ومش هيصير لعمليه الكيلينج. مثال اخر انه في عندنا بكتيريا زي مايسيريا ممكن تعمل ديستراكشن للاي جي اي من خلال انزيم بروتيز انزيم. بعض الاحيان في عندنا بكتيريا اخرى زي الستريبتوكوكس باجينيز كان ميك برودكشن للبيبتايديز انزيم that can cleave the C5A as anaphylatoxin. بعض بكتيريا زي الجونوكوكساي بكتيريا ممكن تعمل عملية اللي هو وجود a lot of antigenic distinct billine molecules، تمام، وبيعمل عملية alteration لهذه البلين antigens، تمام، وهيك بصير عندنا نوع من evading للإميون response في هذا الجين. النقطة الثانية هنا في موضوع الباراسايت. طبعا الباراسايت ممكن يحصل انه الباراسايت يصير هناك كومبلمنت اكتيفيشن على الباراسايت، اوكي، وحيحصل عندنا كذلك هيومورال اميونيتي للاجينست باراسايت، وكذلك سيلولار اميونيتي ممكن يحصل عندنا اذا كان عندي الباراسايت انترسيلولار زي الليشمانيا والتوكسو بلاسموسيس. طبعا الايزونوفيل هنا طبعا بنعرف انا في حاله باراسيتيك انفكشن، الباراسيتيك انفكشن الايزونوفيل بتزيد الماسلز، طبعا بتزيد لانه في عندي برودكشن لسيرتن سايتوكاينز بشكل اكبر من انترلوكين 4 وانترلوكين 5، تمام، في حاله ما يكون عندي هيومن انفكشن، وهذا بيؤدي انه يزود عندي من الاي جي اي برودكشن، تمام، في هذا الموضوع، ويحصل عندنا عمليه الديفنس ميكانيزم من خلال اي دي سي سي انتي بادي ديبندنت سيل سايتو توكسيسيتي. هذا الكلام ممكن يحصل. الشغله الثانيه في هذا الجانب بعض الاحيان ممكن تكون الايزونوفيلز موجوده عندي طبعا، وهتكون موجوده تعمل عمليه الكيلينج بروسيس بتاعتها من خلال قلنا اي دي سي سي، بتعمل عمليه برودكشن لبروتين اسمه بيزك بروتين، تمام، بيخرج عندي من الايزونوفيل، وهذا بيكون مور توكسيك للهيلمنتس than other enzymes that can be produced from the phagocytic cells with neutrophils. يعني more than more effective than oxygen intermediates بشكل أو بآخر. نقطة أخيرة في هذه السلايد، طبعا هنا توضيح للأدلت وورم، طبعا زي ما شفت هنا أنتي بودي أتاك بيحصل هنا، طبعا موجود الأنتي بودي إن جنرال في هذا الموضوع. كيف صار عندي انتيبادي للورم واحنا ما صارش عندنا عمليه برزنتيشن للورم؟ اللي بيحصل عندنا هناك كما يقال بانه بيصير عندنا نوع من الدي اتاشمنت لسيرتن انتيجنز من هذا الورم،
وبتاخدها خلايا الماكروفيج او خلايا الانتيجين بريزنتنج سيلز كدندريك سيل، وبتعملها بريزنتيشن الى ان يحصل عمليه الاكتيفيشن للتي هيلبر وبولاريزيشن تو بي تي هيلبر 2، وكذلك هيحصل عند اكتيفيشن لمين؟ لا بعدها للبي سيلز، وبيعمل برودكشن للانتي بادي هنا بحيث انه يحصل عندي اتاك زي ما احنا شايفين هنا انتي بادي، ومن خلال الانتي بادي بيصير عندي اللي هو انتي بادي ديبندنت سيل سايت توكسيسيتي، من خلال اللي هي عمليه الاكيوميليشن للنيوتروفيل ماكروفيج النيوتروفيل ايزينوفيل عفوا حوالين هذه الورم، وبيحصل عمليه الكلين بروسيس، وبعد كده ممكن يحصل عمليه الاكتيفيشن للكومبلمنت، بيطلع عندنا في التوكسينز اللي هي التوكسين بدورها تعمل اكتيفيشن للماس سيلز، وبيزود لي كذلك هذه المولكيولز اللي هتطلع عندي من الماس سيلز تعمل لي انكريز بيرميابيلتي او ذا بلاد فيزلز، مما يستدعي الاميون سيلز في عمليه الاتاك. ميكانيزم الباراسايت في موضوع الانفيجن، طبعا في عنا انتيجين فاريشن، تمام، انه بيحصل في عنا انتيجين فاريشن بحيث انه هاي الانتيجنز تعمل عمليه ريزيستنس او بصير في عنا نوع من الشيدنج خلينا نسميه حوالين هذه الباراسايت، بحيث انه ممكن يعمل عمليه انهبيشن او ريزيستنس للكومبلمنت او للتوكسيك سيلز، او يحصل عندنا عمليه اللي هو انتيجين فاريشن في افري جينيريشن زي ما بيحصل عندنا للتريبانوسوما، تمام، او كذلك ممكن يحصل عندنا شيستوسوما انفكشن بتعمل نوع من الليمفاتيك اوبستراكشن. التريبانوسوما كون انت نيبة كذلك ممكن تعمل انتيجين شيدنج حواليها. اميونيتي الى الفانجس، انيت اميونيتي، هيومر الاميونيتي وسيل اميونيتي also are important في عملية الـ protection against the virus، تمام، انه بيحصل عنا عملية يعني خاصة الموضوع الـ infection بتاعت الفيروس، صحيح بيحصل عندي عملية activation للـ T helper 17، والـ T helper 17 طبعا كما يقال بتعمل عملية activation للـ neutrophils، بحيث انه الـ neutrophil ممكن تعمل عملية attack من خلال عملية الـ phagocytosis process لـ fungus، ومن خلال عملية الـ production لا فانجي سيدا سبستانسز زي الاكسجين راديكالز الرياكتيف اوكسجين انترميدس راديكالز، او عندي لايسوزومال انزيم اجينست بكتيريا. سم فيروسز كان اسكيب او سرفايف انسايد الماكروفيج باي انترفيرنس وذ اسيدفيكيشن، لانه من ضمن الشغلات في لما في عندي انتراسيلولار فانجل عمليه الاسيدفيكيشن هي عمليه مهمه على اساس يحصل عمليه فيوجن بين الفاجوسوم واللايسوزوم، تمام، لما انت تعمل انترفيرنس من الاسيدفيكيشن ممكن يعيق عمليه اللي هو الفيوجن بتاعت الفاجوسوم مع اللايسوزوم. كمان في عنا مثال اخر للكريبتوكوكس نيوفورمانس، كذلك بيحصل عمليه شيدنج، ممكن تعمل شيدنج للكابسولر بوليسكارايد، تمام، وهذا الكابسول بوليسكارايد كان انترفير وذ انفلاماتوري بروسيس بشكل او باخر. ممكن كذلك لو كانت عندنا هذه الكريبتوكوكس نيوفورمانس ممكن تعمل عمليه اللي هو ايش، تعمل عمليه سابريشن لا تيومر نيكروسيس فاكتور، تيومر نيكروسيس فاكتور وكذلك الانترلوكين 12 تعمل عمليه انهبيشن باي ماكرو فيجز، تمام، وهذا كمان هيعمل عمليه ستيميوليشن للانترلوكين 10، والانترلوكين 10 طبعا بدوره ممكن يعمل انهبيشن للانتيجين بريزنتنج سيلز او للتي هيلبر سيلز از ويل، وكذلك ممكن انتروكين تعمل انهبيشن كذلك للماكروفيجز.